بهني حالي بسلامتي وبهني جميع حبايبي واصحابي وقرايبي وعيلتي وكل الناس اللي بتمنون الخير. هذا فيديو قصير بس هيك يعني عشان صبع عليكم من هالبلاد اللي انا مشتاق لها من زمان، رغم كل القوادات ورغم كل الرشاوى اللي اخذوني عشان انا اقعد في السجن، ومن حيازة سلاح حولوا لي اياها لقتل وانا فيش عندي تهمة قتل. ربنا بنساش حدا، هين روحت على كل حال. وكل اللي قبضوا مني واخذوا مني 100,000 دينار عشان شردوني وروحوني من السجن، بنصحكم نصيحة ترجعوا المصاري اللي اخذتوهن، لان اسبوع هذا راح افضحكم واقول اساميكم علنا، لانكم بقيتوا تقبضوا من محمد منسي وفي النهاية انا رشيتكم ب 500,000 شيكل عشان تطلعوني. بس انتوا وعدتوني تطلعوني براءة، لان انا انتوا عارفين فيش عندي اشي ماشي، وكل الدنيا بتعرف انه صخرة بفنار فيش عنده اشي. هاي انا روحت معكم اسبوع لكل شرطة الخليل، معكم اسبوع كامل ماشي ترجعوا لي 100,000 دينار ولا بفضح اسميكم على البث المباشر.